مناسبة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وحنا جند مجندون وراء جلالة الملك، وفرحنا بهذا الخبر هذا وبهذا الاعتراف هذا التي يؤكد مغربية الصحراء، ودائما سوف تبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ونفديو بلادنا بأرواحنا وبكل ما فينا. بدوري تنسجل وتنفرح انا مع الشعب المغربي، قاطبه من طنجة القويرة، هاد الفرحه العارمه اللي فرحنا بها، وهي اعتراف الولايات المتحده بصحراويات المغرب، وهذا ما تيزيد الا فخر لنا، وبهذا تنقدروا نقولوا بان الصحراء مغربيه. حنايا فرحانين وجد فرحانين مزيان بالتظاهره اللي درنا، فرحانين لان الحمد لله سيدنا محمد السادس نصره الله واياده، الله يعطيه صحته، فعلا نجح في هذه المبادره وهذا الاتفاق ما بين ترامب وبين الاسرائيليين. يعني كاين حتى مغاربه في الدوله الاسرائيليه محتفلين وفرحانين ومعترفين بان الصحراء مغربيه. وكنشكروا هذا البادره، وكنشكروا جلاله الملك الحسن محمد السادس نصره الله على المبادره، وشعارنا دائما الله الوطن الملك. بمناسبه الفوز العظيم الذي حققه ملكنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مؤسسة جمع شمل الصحراويين المغاربة في العالم فرع جهة بن من الخنفرة يحتفلون بهذه الذكرى العظيمة، ألا وهي اعتراف ترامب بهذه بأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية. بهذا الشيء تنطلب من الله إن شاء الله يكمل علينا ويكمل على هذا إن شاء الله، ورحنا فرحانين. فجمع شمل الصحراويين هي وطنية، ونحن دائما جنود مجند وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد لخدمة الوطنية، وشعارنا الخالد الله الوطن الملك.